يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مرتكب المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، هل هو من أهل السنة والجماعة؟ وهل صاحب البدع غير المكفرة يدخل أيضا في أهل السنة والجماعة؟ يعني كلامنا اللي نتكلم كلها دروس، يعني راح ما له قيمة. نعم، مرتكب الكبيرة من أهل السنة والجماعة إلا إذا ارتكب شركا يخرج من الملة أو ناقضا من نواقض الإسلام، فهو من أهل السنة والجماعة ولو كان فاسق أو ناقص الإيمان. نعم، ما يخرجه من الإيمان إلا الخوارج والمعتزلة. نعم.